انا حاطط شو اسمه حاط ميوت ادري انه ما في صوت فتح لايف فتح لايف لاني فتح لايف مش فاضي البس اشوف الجمهور والناس اللي يحبوني 1-0 شو اخباركم يا جماعه الخير لا طلع الصوت في صوت شلونكم شو الجديد تعال قرب ده ها كورال كل يوم يجي ومتاخر ومش حافظ افا ومش حافظ هو اللي بيخبص الاغاني وبروفات خميس يا الله والشعر شعب بنعدل الشعر ما عليكم ها اقول اسرع ها ايش تبغى لا لا لايف ما عندي انا مو ستوري لايف لا عاد فيك تقول فيك تحكي عاد فيك جمهوري عارفين كل شيء عني ما فيه لك شو على فكرة ترى ولا حافظ شيء وأنا أحبكم وأموت فيكم إيش دخل ذاب ذا طيب لا واحدة كاتبة إحنا نحبك تأكد الكلام قبل أني أي والله شو سمعتي يعني يا عزيز الوحش تعال جمهور يسلم عليك دائما لايف فتح انت دائما تضرب عادي عاد بطلع اللايف كذا جمهوري قالوا لي انت حلو بكل حالاتك فعشان كذا انا بطلع كل يوم ولا لا وريهم النعول طيب النعول لا مو لازم شافوها في الستوري السناب عادي فما عليكم تكلم علي ما تبي تكلم عليك يعني لا بس الملابس حقي لسه واصل فعشان كذا ما كذبت عليهم ملابسي موجود بس انا ما في خلق على راسي اهل ايران ايه ايران عندي مو في ايران كثير وقت سافرت رامي فتال منور يا وحش كيف الامارات كيف دبي وياك تعال يا تشتمني بقوم عنك لا تشتمني بسم الله اخوي ايش عم تعمل في اللايف مو معصب يا جماعه الخير انا قاعد اسوقها عليهم بس في اللايف هنا وبدر حكيم موجود لايف لايف تعالوا كلكم ملك اللايف اهلا وسهلا انا ملك اللايفات ملك اللايف ملك اللايف سالم ملك المحتوى شوف عندي بدلة برد والله برد قطع دراعي اسأل السؤال اللي عندك قول لي اياه لاني انا انسان فيني اجاوب على كل اسئلتكم اليوم فيك تسأل فيك تحكي ابن عمي قول انا مشتاق لك اكثر يا رامي نروح ها يا اخي خلاص انت كورال لا تفل الحين بتقول لي يلا قوم البس ما ادري يا جماعه الخير والله قاعد هنا الشباب كلهم لبسوا الا انا كل جاهز البرايم الا انا ما ادري في مدلي في اثنين مش واحد تدري ليش قلت اثنين مدلي انا ما اعرف الجمع مش كم مدليات ميداليات حق كوبي ها؟ أجواء أجواء مو موجودة يسألوا على أجواء أجواء ما شفتها أجواء أنا أصبر الغداء أي سام تفتح فرصة عشان؟ أيوة بس أستاذ علي غندور منور اللايف هنا حبيبي أي والله منور يا كبير حبيبي يا سالم أحلى سالم بالعالم يا حبيبي أنت الشاب المتواضع الفنان الخلوق ابن البيت يا حبيبي أنت والله الله يسلمك وأنا بدعي كل المحبين يا حبيبي انت يضلوا يتابعوك ويعطوك هذا الروح الحلو مو مقصرين معطيني فوق حقي وبزياده والله انت فنان والله العظيم انت الفنان طال عمرك من قلبك يا حبيبي فنان باخلاقك حبيبي كبير اسال عليك كبير ربي لا يحرمني منك وانا تقول لي كلام ثاني طيب لا انت مو ايش الكره اللي محاط اهلين حطه جوا فشكل باقي كم ساعه واحنا لازم نحط الحين وفي تصوير جوا ولازم اروح اصور بعدين نطلع انتظروا البرايم راح نغني بدري انا وعزيز بيكون في مدلي بعدين بيطلع عزيز بعدين بطلع انا على طول بعد عزيز فانتظروني في غني تباشر لحبك معي وبلقيه زاد انتظروني وصدقوني الاغنية بتطلع جدا 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 جميلة وبتشوفون اجمل اداء من اول ما بديت ملابسي مو جاهزة يا سلطان عشان البس لسه تاخرت ملابس قلت افتح لايف اتسلم معاكم شوي وانبسط وبس والله ما لي قدره لا والله كل شيء تمام طبعا المعجبين هنا قاعدين يشوفوني وانا فاتح لايف احنا نحضر لايف نخلص بنطقك لا والله ما تقدرون
لا لا باقي ما خلص امرني فيك فيك حبيبي يا سعد علي لايف كل ده ايه فاتح لايف كل ده ليه ما عاجبك انا احب اسير على الجمهور قبل اطلع على ال ايه باقي قبل اطلع اللايف ايوه اكثر فاتح لايف يا جماعه اللي بيغلط علي ويله انا عشان كده قاعد اخلي لايف طيب صار من عندك كومبيشن تصوير عادي قلت له منين لسه ما لبستش ليه فاتح لايف قلنا ممكن ناخذ سالم لا مو ممكن لا شوف تاخذوني منهم لا طيب لا عندك كونفشن تصوير بعدين عادي تصويري هون اهم شيء هم من بصور ما ادري ما في سالفه انا فاتح كذا ترى ما في سالفه بس اني ابغى اشوفكم تشوفوني وهيك يعني ما عندي سالفه طبعا نتسلى موضوع ما عندي عم نتزحلق تعال يا هيثم تعال خلنا تشوفك هيثم قاعد يسوي شيء مو تمام تعال بسرعه تعال خلنا تشوف بعدين نروح شوفوا هيدا من ده هاي كيف احترم هيثم معدل اسلوبك معاه ماني معدل اسلوبي معاه انزل وايش تبغون اديتونا هيثم يا اخي ما يخصكم انتم في هيثم لا ما زعلان منك ما يزعل مني انا احد يزعل مني وانا انسان متبري مني انت وسيط روحاني ما احد يزعل يا ربي شفتوا انه ما في احد يعني ما في احد يزعل مني انا يا حمد بما اني انا مسؤول عن سلطه حلوه ومعي وين عاوزك موضوع نبغاك موضوع حلو جهزوني ها ايوه يلا بروح اتجهز يا جماعه خير بعدين بتصور تبغى يطلع لايف كذا عادي هم يعرفوني انا احب التواضع اصلا انا انسان متواضع يا جماعه الخير ما احب اني اطلع لكم دائما كاشخ ودائما يعني شاعر ومسار روح ما ادري احب اطلع على طبيعتي احب اكون دائما على طبيعتي وعفوي عشان كذا انا بستاذنكم الحين واحد من 4480 وبقوم بتجهز ابو علي استاذ حسن هنا موجود فخلوني اروح يا جماعه الخير قبل لا يصيدني ويسوي لي مشكله ليش انتم فمع السلامة حفظكم الله ورعاكم انتبهوا على حالكم انتظروني الساعة 9:30 يا أخي فيني طاقة كلام أنا بس مع السلامة جيت بطقك لا والله ما طقني أستاذ حسن يا حبيبي فشوفكم الساعة 9:40 أنا بدخل بغني الساعة 9:40 بدخل أغني منورة جوري قطان والله ودي أصورها لكم بس ما شعرها كذا مسوي هذا ستايل تقول هذا ستايل يلا مع السلامة